السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون، مرحبا بكم من جديد في موضوع جد مهم يبين مدى هشاشة الأوضاع في الجزائر. الجزائر نديروا فيها راشن على الحليب، نديروا فيها راشن على السكر، ونديروا فيها راشن على السميد، ما نسيبوا فيها والو، وعايشين في القنطة لما تطيح قطرة الماء كما شفنا هذيك النهار في البليدة أو السرى. الاخرى في البرج بغليريج، وليا شير ثاني سمعتو هادو غرقوا في قطره ماء. وعلاش؟ لانه القواد سمعهم في مسرحين ما كانت حتى خدمه، ويجي سي تبون يقول لك قضينا على التخلف، على مشاكل التخلف. هذا واشنو؟ هذا مشاكل التقدم هادو؟ ها شوفوا هاد الصور اللي مؤلمه جدا جدا. شوفوا اخاوتي اللي راهو في البرج يجي يعاوننا يرحم والديك، اللي عيطوا لي بومبي لي جوندارم كاع بابا بابا، رانا قدام رانا في حي. الصوره ما ظهرتش، نعاودوا نجيبوها من جديد لانه ما عداتش. نزيدو نعاودوا نجيبوها من جديد سلفو، نحملوا صوره واحده اخرى دو تاع فيضانات البرج. اخاوتي اللي راهو في البرج يجي يعاوننا يرحم والديك، اللي عيطوا لي بومبي لي جوندارم كاع بابا بابا، رانا قدام رانا في حي النخيل قدام لاكواجون تاع اسطنبول. هام الناس يخرجوا من البالكون، هام من يغرقوا طوموبيلات، هاك تشوف الحركه راهي. هام جاونا الحراقه تاعنا في ولايه برج بوعراريج، حرقه ب 60 مليون برك. للأسف الصورة ما تش ظهر مليح تاع الفيضانات، ولكن الصوت تاع المواطن هذا يعبر يعني بإخلاص وبصدق عن الوضع اللي راهو في الجزائر. لما طيح شوية شتاء، لما طيح شوية ذا، سمعتوا إلا والحالة يعني عمرنا ما شفنا الجزائر توصل لهالدرجة. الجزائر توصل لدرجة هادية تاع للأسف نشوف إذا قدرنا نجدو صورة أخرى. كان بعث لنا أخ للأسف الوقت ما يسمح لنا نجيبوها، لكن ما عليه. المهم صوت المواطن كافي باش يشرح لنا الوضعية اللي فيها مدينة برج بوعراريج وكذلك مدينة الياشير اللي تبعد 30 كيلومتر ولا 20 كيلومتر على الياشير، اللي معروفة مشهورة بالشوا ديالها وبالبوشية ديالها. الناس تحبس باش دير ليركات البلان تاع اللحم تاع شخص من اللحم خروف. فوالا الله اكبر، الله اكبر، هشام عبد الله، هشام عبد الله.